مسؤوليات تحملها المرأة على عاتقها، فجوانب الحياة ومجالاتها عميقة، وتبقى المرأة تلك اللوحة التي لم تكن مساحة لفظ نزاعات الألوان، بل مساحة لفظ نزاعات التاريخ. هلا أنا اخترت مهنة التدريس لأنه المجتمع يحتاج إلى مهارات المرأة، وطبعا مثل ما نحن بنعرف إنه العمل ما انخلق بس للرجل، وكمان مثل ما بنعرف إنه قيادة المرأة للعمل فيها تأكيد لإرادة المرأة. ميراف فتاة في الصف السابع تود أن تكبر لتصب جام أحلامها في الشعر. طموحات، آمال وأسئلة وجودية تعبث بعقول كل تلميذة هنا كحاضر يستكمل رسالته ويرسم لمستقبله. طموحي بس أكبر أصير محامية مشان دافع عن حقوق المرأة. حلمي أني أكون مصممة أزياء مشان نصمم أزياء في الجلوري. بروح ترسيخ مبادئ نشر العلم والالتزام به، معلمات يعملن بجهد مضاعف لتبقى المرأة بانية أجيال وأساس المجتمع.